وللمزيد من التحليل معنا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. بعد التحية، يعني أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة قبل قليل، أعلنت عن تدشين العملية الانتخابية رسميا في مصر لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية. كيف تقرأ هذا الإعلان؟ اعتقد اعلان مهم لانه بيدشن لمرحله جديده والانتخابات الرئاسيه وتحديد المواعيد بدقه، طلب من تلقي الطلبات لتحديد المواعيد المختلفه للانتخابات في الخارج والداخل، للطعون، اعلان النتائج، لكل شيء الحقيقه بدقه ومع الاشراف القضائي الكامل القاضي على كل صندوق. فاظن انه هذه العمليه جدا فيما يتعلق بوضع قواعد استكمالا للمؤتمر السابق للهيئه اللي بتتيح على مواقعها الحقيقه تفاصيل كثيره للعمليه الانتخابيه وكافه المعلومات فيما يتعلق باللجان، فيما يتعلق بالوصول حتى الى اللجان، ايضا الضمانات الكامله لعمليه اجراء الانتخابات والترشيح والطعون والتفاصيل القضائية، وانه في اشراف قضائي كامل وفي وجود قضائي يعني يفتح الباب لرقابة كاملة قضائية على القرارات والتعامل مع المترشحين ومع العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية وفترات الصمت وكافة التفاصيل الحقيقية. فهنا في تحديد بدقة يفتح الباب لانتخابات متعددة، كل من يستكمل شروط الترشح سواء بتوقيعات او من مجلس النواب او بتوكيلات مباشره في 12 محافظه على الاقل، اعتقد انه يفتح الباب الى انتخابات وعمليه ديمقراطيه حقيقيه تناسب المرحله القادمه في بناء الجمهوريه الجديده. يعني تحديدا لو تحدثنا عن الجدول الزمني، تم الإعلان عن فتح أو بدء العملية الانتخابية في خارج مصر يوم 8 ديسمبر من عام 2023، على أن يتم الإعلان نهائيا بعد تقديم أطعون ويعني هذه الاستشكالات، ولا أن تتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل 17 من يناير 2024. كيف ترى الجدول الزمني الذي تم إعلانه؟ أعتقد الجدول مناسب لأنه كل مرحلة سواء التقدم للانتخابات أو الطعون أو الاستبعاد أو الطعن الآخر أو حتى معمول حساب الفترتين في حالة حدوث إعادة بين اثنين من المترشحين، وبالتالي فالتوقيتات مناسبة، والتوقيتات توقيت النهائي للإعلام بعد ما يفترض أنه مرحلة الإعادة أو حتى لو لم تحدث إعادة فهي توقيتات تضع في الاعتبار كل التوقعات والاحتمالات الموجوده، واعتقد في فترات كافيه للدعايه، في فترات كافيه للعمل السياسي، العمل الدعائي، في فترات كافيه للصمت الانتخابي، في فرصه يعني اعتقد في فرصه كبيره لتجربه تنافسيه انتخابيه لها نتائج اظن ستكون جيده جدا على الحياه السياسيه. لو تحدثنا عن التوقعات، يعني هل لديك توقعات عقب اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات عن فتح باب الترشح؟ بالنسبه للتوقعات، اولا ده هيبقى مرتبط يعني فتح باب الترشح مرتبط ب او تلقي الطلبات مرتبط بالحصول على توقيعات او توقيت، اعتقد الشهر العقاري هيبدا التوكيلات او اذا كان احد من من ينوون الترشح سيحصلوا على توقيعات عدد من نواب مجلس النواب، وبالتالي بعد استكمال هذا الامر سيتم التقدم الى اللجنه الهيئه الوطنيه للانتخابات التي ستنظر في هذه الامور وتفتح الباب لتلقي الطعون، وبعد انتهاء تلقي الطعون والاجراءات القضائيه الخاصه بها اذا تم استبعاد احد سيتم يطعن امام القضاء وصولا الى النتيجه النهائيه يتم اعلان المترشحين. ففي هذه الحاله اظن ان هي محدده بالمواعيد المختلفه في هذا الامر، يعني بدءا من يعني تلقي الطلبات او التنازلات او غيره، وبالتالي فاحنا بنتكلم على فتره تبدا من
9 صباح يوم 5 اكتوبر حتى 14 اكتوبر تلقي الطلبات بعد استكمال التوكيلات او التوقيعات القانونيه المرتبطه بكل مرشح. وضحت الصوره، شكرا جزيلا لك الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.